طفلا ذكرا أدعج العينين جميل المحيا قمر بتمامه وكماله، وقع على الأرض فاتكأ على يديه ونظر إلى السماء. إنه قمر يا سيدي، قمر. البشرى، البشرى يا بركة، إنه قمر بني هاشم. الشكر لك يا رب الكعبة، الشكر لك يا رب البيت، يا رب البيت احفظه ورعاه، يا رب الكعبة اكلأه برحمتك. محمدا، محمدا اسميته محمد ليكون محمودا في السماء وفي الارض. يا رب البيت احفظه ورعاه. قد ولد اليوم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. يا ولداه، جئت رحمة ما أسعدنا بقدومك. يا خير من جاء الوجود تحية من مرسلين، إلى الهدى بك جاءوا بيت النبي الذي لا يلتقي، لا يلتقي إلا الحنائف فيه والحنفاء. وعليه من نور النبوة رونق، ومن الخليل وهديه سيما يوم يتيه على الزمان، صباحه ومساؤه بمحمد والضاء. يا بني، رب الكعبة حمى بيته، فهزم الحبش وهزم فيلهم وشتت شملهم ومزقهم شر ممزق، وقد أصبحنا الآن أعز العرب قبيلا. قد قالوا فينا أهل الله قاتل الله عنه. صدقت يا أبا الحارث. إلى أين يا عبد مناف؟ أبي يطل على أهل مكة خطيبا، فالموسم اقترب والعرب هذا العام سيأتون كالسيل. الرفادة والسقاية لهذه السنة تحتاج إلى كرم بني هاشم. فاطمة، ماذا يا أبا طالب؟ كيف حال آمنة وولدها الرضيع محمد؟ أرضعته ثويبة وتحضنه بركة مع أمه، ويا لبركة، لكأنها أمه الصغيرة، وكم يهنأ في حضنها ويهدأ يا أبا طالب. إيه يا فاطمة، قلبي يهف إلى ابن أخي الرضيع ويحن إليه حنين الأم إلى والدها. والله ما ظننت أن هذا يجري لي مع أحد قبل هذا الرضيع. تعلم يا أبا طالب إنني أضمه إلى صدري، فأشعر أن ريحا من العطر تخترق مسام جسدي، أشتاق إليه وهو بين يدي. لا أدري يا أبا طالب أي سكينة تنزل على نفسي حين أراه. روح مباركة ابن أخي عبد الله،
لا تتركيهم يا فاطمة، فحسرة عبد الله ستبقى في قلبي أبد الدار. وأظن أننا سنشهد هذا العام جموعا لم نشهدها في مكة من قبل. هيا بنا يا بني، يجب أن نبلغ القوم بما يجب علينا إبلاغهم. هيا يا يا معشر قريش، إنكم جيران الله وأهل الحرم، وإن الحجاج ضيف الله وزوار بيته، وهم أحق الضيف بالكرامة، فاجعلوا لهم طعاما وشرابا أيام الحج حتى يصدروا عنكم. يا أهل مكة، لو كان مالي ومال بني هاشم يسع طعام الحجيج ما كلفتكم، فأخرجوا هذا العام ما كنتم تخرجونه لقصي، وها أنا وأبناء عمي وإخوتي أول الناس في خدمة الحجيج، نطعمهم ونسقيهم، فلا يقول أحد منهم إنهم جاعوا في مكة. يا معشر قريش، الله الله في ضيوف الرحمن، أحسنوا إلى كبيرهم وأعطفوا على صغيرهم وأكرم مسادتهم. إنني أرى أياما قادمة تنظر العرب إليكم ملوكا. يا معشر قريش، أحسابكم أحسابكم، فإن العرب بكرمكم لن تقدم عليكم أحدا. كان العرب يعظمون البيت الحرام تعظيما كبيرا، وكان الحج موسما عظيما عند قبائل الجزيرة العربية، فهو يقع في الأشهر الحرم التي كانوا يسمونها منزعة الأسنة، لكنهم كانوا يضعون فيها السلاح، فلا يغزون ولا يثأرون ولا ينهبون إلا ما كان من الصعاليك. وكان العرب يهدون للكعبة الهدايا الكثيرة من الذهب والسيوف والأواني وسواها، ويأتون بالذبائح ويسمونها الهدية، يعلقون في أعناقها علامات ويجرحون أعناقها وظهورها لتدل على أنها مهداة للكعبة، فلا يقربها أحد، وهي من شعائر الحج. قال تعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. صدق الله العظيم. يا معشر قريش، يا معشر قريش، يا معشر قريش، إن موسم الحج يقترب ونحن جيران الحرم، قاتل عنا رب الكعبة، وقد ارتأى نفر من بني أمية رأيا قبلنا،
قل يا وليد، أخبرهم يا ابن المغيرة. نحن بنو إبراهيم وأهل ملته وولاة البيت وقاطنو مكة وساكنوها، فليس لأحد من العرب مثل حقنا ولا مثل منزلتنا، ولا تعرف له العرب مثل ما تعرف لنا، فليس ينبغي علينا أن نعظم شيئا من الحل كما نعظم الحرم، فإنكم إن فعلتم استخفت العرب بنا وقالوا عظموا من الحل ما يعظمون من الحرم. وما ترون في ذلك؟ يا ابن نوفل، فتية من قريش من بطونها وأفخاذها وعمائرها ارتأوا رأيا صار من شعائر ديننا ولا نقر سواه. وكيف ذلك؟ إنهم الحمص كما سمعت يا ابن نوفل. وماذا يقولون؟ يقولون علينا أن نترك الوقوف بعرفة والإفاضة منها. ولكنها من المشاعر. نعرف هذا يا ابن نوفل، كلنا يعرف أنها من المشاعر. فكيف نترك شعيرة من أيام جدنا إبراهيم وأبينا إسماعيل؟ وهل تسير بقية العرب عليها بعد أن تركتموها؟ بلى، إنها من المشاعر ودين إبراهيم، وعلى سائر العرب أن يقفوا بعرفة ويفيضوا منه. أما نحن فلا نفعل، لأننا أهل الحرم، فليس ينبغي علينا أن نخرج من الحرمة. نحن الحمص، والحمص أهل الحرم، ولكل من ولد في مكة مثل ما لنا، ولأحلافنا وموالينا مثل ما لنا. وقد دخلت معنا في مذهب الحمص كنادة وخزاع. أسمعت ما ابتدعه الحمص في مشاعر الحج؟ سمعت، وقد فشى أمرهم في قريش وأعجبهم هذا التفاخر، ولكن ثمة أمور أخرى غير الوقوف على عرفة والإفاضة منها. أهناك ما ابتدعوه غيره؟ يقولون إنه لا ينبغي للحمص أن يأتقط الإقطة ولا يسلأ السمن وهم حرم، ولا يدخل بيوتا من شعر، ولا يستظل إلا بالأدم وهم حرم. ويقولون إنه لا ينبغي لأهل الحل أن يأكلوا طعاما جاءوا به معهم من الحل إلى الحرم إذا جاءوا حجاجا أو عمارا، ولا يطوفوا إذا قدموا أول طوافهم إلا بثياب الحمص. وفوق هذا يا سيد مكة، إذا تكرم أحمسي مكي وأعطى لحاج عربي فقير ثيابا طاف بها، عليه أن يخلعها ويلقيها بعد أن يفرغ من طوافه، ولا يستفيد منها شيئا بعد ذلك، فتصير لقا. هذه بدعة يا ورقة، ما سمعنا بها من قبل. والأشنع من هذا يا سيد مكة، إنهم سيفرضون مذهبهم على كل العرب بالقوة. ويحهم، أيطوف العراة بالبيت الحرام رجالا ونساء؟ أنا لا أقر هذا يا سيد مكة، لا أقر هذا. ويقولون إنه لا ينبغي. إن لابن أخينا ورقة تقى ورأيا، إنه يتأله وما أظنه إلا على صواب. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل المبعث ضد الحمص ولا يرى رأيهم، وذلك لما أعده الله له من كرامته. وقد أبطل الإسلام الحنيف ما ابتدعه الحمص، فقال تعالى في كتابه الكريم: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.